تروح لك الشفا دلوقتي ولا؟ بكره الشفا بعد العصر ان شاء الله. طيب لازم نساعد. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة والمدارسة في كتاب جمع الجوامع للشيخ الإمام عبد الوهاب السبكي أو ابن السبكي تاج الدين، عند كلامه على الرخصة والعزيمة، أو على تقسيم الحكم إلى رخصة وإلى عزيمة. قال رحمه الله تعالى: والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهله الصوم واجبا ومندوبا ومباحا وخلافا للأولى في وخلاف الأولى في نسخ صح؟ وإلا فعزم. في هذا النص انتقل المصنف إلى الكلام على تقسيم الحكم، فالتقسيم الذي ذكره الآن عندهم هو تقسيم للحكم، ولذلك قال: والحكم الشرعي إن تغير إلى كذا وإلا فكذا. فهو الآن يقسم الحكم الشرعي، فالرخصة والعزيمة عنده من أقسام الحكم الشرعي، وعند غيره كالآمدي وابن الحاجب من أقسام الحكم الوضعي، وقسمه و جعل بعضهم هذا التقسيم من أقسام الفعل، من أقسام الفعل. الذين يذهبون إلى أن هذا التقسيم من أقسام الحكم يقولون: لأن أقسام الرخصة وأقسام العزيمة أحكام، ولذلك قال: واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الأولى وإلا فعزم. فهو الآن سيقول: والعزيمة أيضا منها عزيمة واجبة وعزيمة مندوبة وعزيمة مباحة وعزيمة مكروهة وعزيمة حرام، على خلاف بينهم. هل بين الرخصة والعزيمة قسم متوسط لا يوصف برخصة ولا عزيمة؟ هذا أيضا محل نظر ومحل خلاف بينهم، وكل له اعتبار، يعني ينطلق من اعتبار معين يغلب على ظنه. وأنا أظن ظنا قويا أن الاعتبارات الأخرى التي لاحظها غيرهم هي مراعاة عنده، لكن لابد أن يرجح، لابد أن يرجح، لأنه لن يضعها في أقسام الحكم ويضعها في أقسام الفعل ويضعها في الأحكام الوضعية. في النهاية لابد أن يفعل شيئا واحدا، ومن هنا تأتي اختياراتهم. لا نقول إنه كان غافلا عن الاعتبار الآخر، لا، الاعتبار الآخر في ذهنه لكنه مرجوح، أو لكنه ينبغي أن يرجح شيئا ليعمل. كثير من الخلافات بين العلماء واختيار البعض لقول والبعض لقول آخر إنما هو من أجل العمل،
لأننا في النهاية لابد أن نعمل. فالترجيح لا يكون في الكثير، لا يكون تخطئة للقول الثاني بقدر ما يكون اختيارا من أجل العمل. احنا لا يمكن إذا 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 قلنا إن جميع الألفاظ التي وردت في الأذان صحيحة لن نؤذن ثلاث أذانات في المسجد أو أربعة، إنما سنؤذن أذانا واحدا، فلا بد من الترجيح من أجل العمل لا من أجل تخطئة الآخرين. صيغ التشهد، صيغ الاستفتاح للصلاة، أنواع النسب. إذن يأتي الترجيح أحيانا أو كثيرا من أجل أننا لابد أن نعمل على قول أو على وجه من الأوجه، وإن كانت الأوجه الأخرى مراعاة في الجملة، إلا أننا في النهاية لابد أن الطالب الذي يكتب كتابا بحثا أو الكاتب الذي يكتب كتابا مثلا عنده فصل أو عنده مبحث، هل يضعه في الباب الأول أو يضعه في الباب الثاني؟ فأحياناً يكون الترجيح عندهم من أجل أن يعمل شيئاً، لا من أجل أن وضعه في الباب الثاني خطأ وأن وضعه في الباب الأول خطأ أو أولى، لا، من أجل أن يعمل، لأنه لن يضعه في البابين إنما سيضعه في باب. فيأتي الترجيح من أجل العمل في كثير من المواضع. فهنا رجح أن تكون الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم، الحكم التكليفي. هنا لم يقل التكليفي، فقال واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها، وهذه أحكام تكليفية أو متعلقات أحكام تكليفية. وقد توضع الرخصة والعزيمة في الحكم الوضعي، الحكم الشرعي الوضعي. لماذا؟ لأن الرخص منوطة بأسباب التي يسمونها بأسباب التخفيف، كالسفر والمرض والخوف والصغر وغير ذلك من الأعذار التي ذكروها والتي يتوقع أن نقرأها اليوم في جامع الأزهر إن اتسع الوقت للدخول في قاعدة المشقة تجلب التيسير. فتأتي أسباب التيسير أو أسباب التخفيف، ذكرها السيوطي ثمانية. فلأجل أن الرخصة تناط بأسباب، فذكرت في أقسام الحكم الوضعي، والبعض يذكرها مستقلة. قال والحكم الشرعي، والحكم جنس يشمل جميع الأحكام سواء أكانت شرعية أم غير شرعية، وتشمل جميع الأقسام بعد ذلك. قوله الشرعي هذا قيد لا حاجة إليه، لأنه يتكلم من البداية على الحكم الشرعي، على الأحكام الشرعية، والمتون مبتناة على الاختصار، ومن هنا فالشرعي قيد لكن لا حاجة لنا إليه لأن السياق حاكم. إن تغير إلى سهولة إذن لو الحكم تغير إلى صعوبة كالحدود والتعازير
فليست رخصة، مع أن الحكم تغير من لسببه وهو الجناية التي فعلها المكلف. فهنا قال إلى سهولة، ثم قال لعذر. سيخرج التخصيص، التخصيص فيه تغيير للحكم، لأن عندنا حكم العام ثم خرج منه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، إذا اعتبرنا أن 1000 سنة فيها عموم، يعني إذا أدخلنا أسماء الأعداد في العموم فاستثنى 50 عام من الحكم وهو اللبث. فهذا ليس رخصة، فالتخصيص ليس رخصة. وكذلك النسخ وفي تغيير للحكم، لكن لا يلزم في النسخ أن يتغير إلى سهولة، قد يتغير إلى سهولة وقد يتغير إلى مساو كتحويل القبلة، وقد يتغير إلى أصعب كنسخ صيام يوم عاشوراء، وجوب صيام يوم عاشوراء بوجوب صيام رمضان، هذا نسخ إلى الأثقل، لكن ليس لعذر، ليس لعذر. ثم قال مع قيام السبب للحكم الأصلي، مع قيام السبب للحكم الأصلي، هذا شرط للرخصة، أن يكون سبب الحكم الأصلي قائما، كأكل الميتة للمضطر، فهذا تغيير للحكم إلى سهولة، لعذر وهو المخمصة، مع قيام السبب للحكم الأصلي وهو التحريم، تحريم أكل الميتة. قال فرخصة، كأكل الميتة أي في المخمصة، طبعا هو أطلق لأن القيود، هو قال كأكل الميتة، هل في أي حال؟ طب لماذا لم يأكل في المخمصة؟ قالوا القيود مراعاة وإن لم تذكر، القيود مراعاة وإن لم تذكر، في قيود بدهية يعني من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يخفى على إنسان أن إباحة الميتة إنما هو للمضطر وليس لغير المضطر أو في الظروف العادية، إنما هو ظرف استثنائي. نحن تكلمنا قبل هذا على أن الشرع حينما ينزل الأحكام إنما هو واقعي، يعني ليست الأحكام الدينية أو الأحكام الشرعية فلسفات، ليست تحلق في خيال في فضاء، إنما تراعي الواقع. ولذلك يأتي الحكم في الظروف المنتظمة ثم في نفس المكان ينص على الظروف الاستثنائية رعاية لأحوال المكلفين. قال وأتم الحج والعمرة لله، هذا في الظروف العادية، فإن أحصرتم، هذا ظرف الاستثناء، إذا منعتم، منعكم مانع من عدو أو مرض أو ضياع نفقة أو ما إلى ذلك من الظروف التي قد تطرأ على الحال،
فتمنعه من إتمام النسب. يعني جعله احتمالا قائما موجودا يستعمله، يستعمل المكلف الحكم عند وجود هذا الاحتمال. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا في الظروف العادية، ومن كان مريضا، هذا ظرف استثناء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وبعد ذلك قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأنفسكم إلى الصلاة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى آخره. يأتي لأنه دين واقعي يعلم أن المكلف تعتريه ظروف، يصح ويمرض، يسافر ويقيم، يكره أحيانا ويكون مختارا أحيانا، وهكذا. فراعى هذه الأحكام، وعليه مثلا من باب الاستفادة من فعل الله في أمورنا عليه، إذا أردنا مثلا أن نشرح مقررا أو نضع منهجا فلا بد من رعاية الحالة المعتادة والحالة الاستثنائية. يمكن أن يعتري الطلاب أجازات تقرأ فتقلل، فبدل من 15 محاضرة أو أسبوع في الترم يبقى يتعمل حساب 13. ليه؟ لأني متوقع أن تأتي أجازات في أي يوم من الأيام، وأيضا يتوقع للطالب أن يمرض أو أن يغيب أو أن تعتريه ظروف فلا يشترط فيه أن يحضر 100%. وكذلك في المناهج يتدرج في البيان، لأن الشرع تدرج في البيان، لما نزل فرض الصلاة لم يبينها في يوم وليل، بل بينها بالقول وبينها بالفعل وبينها على مراحل، أخذت أياما وشهورا وشرعت أشياء ونسخت، كان الكلام مباح في الصلاة ثم منع وهكذا. ثم هناك سنن، هناك فرائض، هناك سنن، هناك مندوبات، هناك مكروهات، هناك ممنوعات، يعني مبطلات للصلاة. ليكن كذلك، لا تكون المناهج كلها في الأهمية على وزان واحد، ولا المنهج الواحد كله على وزان واحد. ثم تقسيم المناهج أصلا إلى أبواب وفصول، ما هو القرآن مقسم إلى أجزاء ومقسم إلى أحزاب ومقسم إلى صور، ومن الصور الكبير ومن الصور الصغير، وكلام في أن تكون الأبواب متناسقة أو قريب من بعضها، يعني ما يكون هناك باب 100 صفحة وباب 3 صفحات، هذا شرط لا يلزم، هذا خيالات أصلا. يعني لماذا؟ لأن القرآن فيه سورة 19 ربع ونص، وفيه سورة سطر، وهذه صورة وهذه صورة، وهذه معجزة وهذه معجزة، على حسب المطلب العلمي وعلى حسب الإيجاز والبسط والشرح. إذا أقول لك لازم تكون الأبواب متناسقة، مش لازم، مين اللي قال كلام؟ أنت بتألف يعني، أنت ده تأليف مشرف؟ طيب شو يقول لك المشرف؟ عشان أنا ناقشته في الماجستير ده، يقول لك المشرف أنت أو قاعد أهو معاذ معصوني. نعم، لا أصلا أنا ازاي هو جاي اليوم عشان أقول قال: والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة، كأنها استثناء من، ولذلك
طبعا انتم تدرسون الرخصه بصوره سلسه الان، لكن هذا امر عسر جدا على كثير من اهل العلم. الامام القرافي وهو امام من الائمه الكبار في الاصول عرف الرخصه بتعريف، ثم في الشرح نقد التعريف، ثم اقترح تعريفا اخر في شرح التنقيح، ثم قال والخلاصة أني عاجز عن ضبط الرخصة ضبطا يجمع أفرادها ويمنع غيره من الدخول، وانتهى إلى الإقرار بالعجز. أنا عاجز عن أني أضبط الرخصة ضبط جيد أو ضبط جامع مانع. طب هذا نقص في الإمام؟ لا، شوفوا بالنسبة لي الآفاق المعرفية يكون القمة أو السقف أو النهاية واضحة لدى العالم، لكن ربما يقول إن الطاقة البشرية أو الموجودة الآن لا توصلني إلى هذه القمة، أنا شايف القمة لكن غير قادر على الوصول إليها الآن. مثل القطعيات، طبعا لو وجد القطعي هذا يريح الناس ويمنع الخلاف ويحدث طمأنينة في العمل، ولكن قد لا نستطيع الوصول إلى القطع لأن علومنا قاصرة وعقولنا قاصرة، العقول يعتريها القصور، عقلنا عقل محدود مع ما آتاه الله من آفاق وسعة في النظر، إلا أنه في النهاية محدود. هل يعرف الغيب؟ هل المعلومات ذاتية في العقل؟ أم أنها ترد عليه من الخارج؟ ترد عليه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن المعرفة جايلك من برا، جايلك من خارج، أنت جاي صفحة بيضاء صفر، ثم بعد ذلك خلق لك أدوات التعلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن المعلومات ليست ذاتية في العقل، والعقل ليس له مجال في اللغات، ليس مجال في إثبات اللغة. العقل لا مجال له في الغيبيات، العقل لا مجال له في التشريع كأصل، لكن هو يجتهد من خلال التشريع، لكن هو ما يشرعش ابتداء منه يعني. ثم تعتريه الغفلة تسلي ويخدع. ما الشرع منع الغش والتدليس ليه؟ ما كان لو كان العقل لا يخدع ما كان منع الغش، كل واحد عارف الطريق. إذا أنت أنا أقول لك الغش في السلع تدليس والإخفاء العيوب ورد المبيع بالعيب، لأن العقل يخدع، لأن العقل يخدع. طيب يعني هذا كله مظاهر قصور، وأحيانا ننظر في الدليل في يده الدليل وينظر في نظر غير صحيح فيتوصل إلى نتيجة أخرى. ذلك في الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب. في تعريف العلم العلماء مختلفون كما تعلمون، بعضهم يقول العلم يعرف وبعضهم يقول العلم لا يعرف. طيب والذي قال لا يعرف لماذا لا يعرف؟ فبعضهم يقول لعسره ما نقدرش، لانه انواع شتى، وهذه الانواع تنقسم ايضا ولكل قسم حكم، ويحصل ان نجد عبارة مختصرة تجمع هذه الانواع وتشير إلى هذه الأحكام في تعريف. فمن هنا العقل، كم تعريف للعقل؟ العقل، لأن تصور الناس للعقل مختلف، ألف تعريف للعقل، ألف تعريف للعقل. واللي يقول هو مجموعة علوم ضرورية، واللي يقول ما به آلة التمييز، واللي يقول وتبص تلاقي التربويين دلوقتي ولا بتوع علم النفس ولا بتوع العلوم الإنسانية يكتب لك ثلاث أربع صفحة، وبعدين يقول كلام، وبعد كده يقول ربما، وبعد كده يقول إن كان، وبعد يعني إيه
يقول لك الكلام ويسحبه تاني ويقول لك الكلام ويعمل له قيد ويقول الكلام ويهدب وفي الاخر ما طلعش حاجه. الامام الشافعي قال العقل آلة التمييز. آلة التمييز. والمهم الأفق واضح، لكن هل أنا وصلت إليه؟ أنتم قرأتم في التواتر، وبعد ذلك يقولون المتواتر اللفظي في الأحاديث قليل، وربما قال بعضهم لا يوجد إلا حديث واحد، وربما قال بعضهم لا يوجد أصلا في السنة متواتر. المحدثين بعض المحدثين قال ما اللي شغلين بالنا ليه؟ أولا عشان القرآن، والأمر الثاني تعرف هذا الأفق العلمي يعني أين نحن منه؟ ويشعر العقل كده بقدره فيخبت أن هذا من عبودية العقل. عبودية العقل يشعر بالعجز أحيانا ويقول آمنا به كل من عندي ربي، في محكمات ومتشابهات، وأنه بيقول له رد المتشابه إلى المحكم، فيحاول يرد المتشابه إلى المحكم فينجح أحيانا ولا ينجح أحيانا، لكنه في النهاية يسلم ويقول يعني آمنا به ربنا لا علم لنا إلا. أبقى في عبودية للعقل كما في عبودية للجوارح الظاهرة، في عبودية للعقل. فيجي في بعض المواطن يجي العقل عقل الكبار يعني القرافي بعدود في أذكياء العالم، وهو ليس عالما في الشرع فقط، ده عالم في الشرع وفي العلوم التقنية، ده هو كان يعني عالم في الكيمياء والفيزياء وعالم في الرياضيات، وهو الذي صنع ساعة في عصره وتحدد مواقيت الصلاة وفي كل عند وقت كل صلاة، إلا أنه يعني عجز عن الصوت. عن إحداث صوت. قال هنا نقول في تعريف القياس مثلا، ذكر الإمام الحرمين عددا من التعاريف للقياس. احنا بناخد الأمور ببساطة، نقول ايه القياس؟ يعني تشبيه شيء بشيء في حكم لوجود وصف جامع او علة جامعة، الحاق فرع بأصل مثلا، أو مساواة فرع لأصل في العلة في حكم، في مساواة فرع لأصل في علة حكمه. هو ذكر تعاريف وزيفها ثم قال أقرب تعريف على ما فيه تعريف الباقلاني، وذكر تعريف الباقلاني وقال هذا أقصى ما نستطيع، قال على ما فيه، على ما فيه من انتقاد يعني، وقال هذا يعني أقصى ما يمكن عمله للطاقة البشرية. إمام كبير عبقري من العباقرة. نلاحظ أن بعض أهل العلم يقر ما يستطيع ويعترف بالعجز ويقول أنا قرأت في كتاب مختصر الروضة وشرح مختصر الروضة للطوفي أنه في بعض المواطن قال وحينما كنت أكتب هذا الكلام لا أدري ماذا كنت أقصد به، هو بيشرح نفسه يقول أنا وأنا بكتب الكلام ده مش عارف كنت أقصد إيه. وفي مواضع وليس في موضع واحد، في أكثر من موضع يقول مثل هذا. طبعا هم مشتغلين بعلوم يعني ليس علما واحدا، مشتغلين بعدد من العلوم، فهو كاتب في التفسير وفي أصول التفسير وله تفسير طبعا، وكاتب في اللغة العربية وكاتب في الجدل وكاتب في أصول الفقه
يعني أصحاب انشغالات شتى وعلوم متعددة، فربما نسي ما ساهي عن اللي أنا. ماذا كنت أقصد بهذا؟ اعتراف يعني. قال هنا فرخصة، والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. لذا ذهب الشاطبي إلى أنهم العدول بحكم المسألة عن أصل كلي في أصل كلي مقرر ومستمر، ثم يعدل بالمسألة عن هذا الأصل الكلي لعذر لسبب من الأسباب أو مانع من الموانع يمنع الاستمرار على الحكم الأصلي أو العمل بالحكم الأصلي في ظرف. يعني كأني الباب هذا كأنه بيان الظروف الاستثنائية للأحكام الشرعية، يعني يبين الظروف الاستثنائية التي تعرض للأحكام الشرعية. فرخصة كأكل الميتة والقصر والسلم. لماذا يمثل بأمثلة كثيرة مع أن المختصرات مبتنات على الإيجاز الشديد؟ لأنه يشير بكل مثال إلى قسم من الأقسام، يشير بكل مثال إلى قسم من الأقسام. قال كأكل الميتة، هذا يمثل الرخصة الواجب والقصر. القصر بالنسبة للرخصة المندوبة في ثلاثة مراحل فأكثر. المرحلة هي السير المعتاد بالإبل في اليوم، وهو حوالي 50 كيلو. يعني إذا كان المسافة 150 كيلو ينتب، في أقل من هذا يكون إما جائز وإما خلاف الأولى. طبعا هتقول أنتوا بتقولوا مسافة القصر، لا، أتكلم على مسافة زائدة عن مسافة القصر اللي هو في ثلاث مراحل عند الشافعية. إذن والقصر يعني قصر الصلاة في السفر في أكثر من في ثلاثة مراحل، في ثلاث مراحل فأكثر مندوب. والسلم، السلم هو بيع موصوف في الذمة يتأخر قبضه، أو باختصار تقديم الثمن وتأخير المثمن. المفترض أن السلعة تكون حاضرة ليمكن التسليم، لكن هذا استثناء من أصل. هذا الأصل أنه الحديث لا تبع ما ليس عندك، لأنك لن تقدر على التسليم. ولكن قد يحتاج الإنسان أنه هو يشتري مثلا 10 طن حديد، وعايزهم في أول شهر 10 في أكتوبر. أنا معايا الفلوس وعايزهم، خايف أن في أول أكتوبر يغلى، والتاجر عايز سيولة، فيكون التاجر محتاج المال وأنا محتاج أضمن السلعة في الوقت. ومنها برضو الزراعة، لو يشتري طن أرز أو 100 كيلو فول أو ما إلى ذلك يعني، فيقدم الثمن ويقول له أستلم بالمواصفات الفلانية في الوقت الفلاني في الزمن الفلاني. ولذلك جاء الحديث من أسلم كأنه سلف. سلم معناه السلف، كأنك سلفت البائع الفلوس عشان تضمن وجود السلعة في الوقت الذي تريد. إذن هذه فعلت
إرفاقا بالناس. هذا العذر ليس عذرا خاصا، لأن السلام صار جائزا سواء بعذر أو بغير أو بغير عذر. يعني كأن العذر الحاجة، عذر عام. يعني السهولة عمت الأمة في سواء المضطر أو غير المضطر أو المعذور أو غير المعذور، لأن السلام يجوز. إذا قدمت الثمن وأخرت السلعة وقال لك إذا كانك عايز عربية نوعها كذا يبقى تدفع دلوقتي ثمنها وهي هتيجي في حدود شهر حدود شهرين، هذا سلام. من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، عشان يعوض الجهالة أو يعوض الخلل في عدم وجود السلعة، وحتى لا يفتح باب للخلاف بين البائع والمشتري فيقول له أنا عايز سيارة نوعها كذا موديل كذا لونها كذا، يدي المواصفات الدقيقة ومعايا الكتالوج. وعند المالكية في حاجة اسمها البيع على ما في البرنامج، يعني البيع على الوصف المكتوب، يعني على اللي في الكتالوج. قال والسلم، طب السلم قالوا انها رخصة مباحة. وفطر مسافر لا يجهده الصوم، يعني مسافر مسافة قصر ولا يتعبه الصوم لأنه شاب والمواصلة يعني مريحة، ففطره رخصة له أن يستعملها، لكن هي خلاف الأولى. ولذلك قال واجبا لا يعود إلى أكل الإيه؟ الميت المخص، ومندوبا إلى إيه؟ القصر، ومباحا إلى، وخلاف الأولى إلى فطر المسافر الذي لا يجهده الإيه؟ الصوم، على سبيل اللف والنشر المرتب. ده اسمه في البلاغة لف ونشر مرتب. طيب يعني اعترض على هذا التعريف، يعني هو لا يسلم من كل وجه. هذا بحسب القدرة البشرية، لا لأهل العلم. قالوا طيب صلاة الحائض، طب صلاة الحائض تغير للحكم إلى سهولة في أن لا تصلي لعذر الحيض، وهو من أسباب التخفيف مع قيام السبب بالحكم الأصلي وهو دخول وقت الصلاة، أو هي ممنوعة من الصلاة. طب ده هذه يقول العلماء إن هذا عزيمة، لأنها يحرم عليها أن تصلي، مع أنه ينطبق عليها تعريف الرخصة، هو تغيير للحكم الشرعي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي لدخول وقت الصلاة وإنها مكلفة. فالعلماء يقولون هذه عزيمة، مع أنه ينطبق عليها تعريف الرخصة، فكأني التعريف لا يضطرد في كل ما ولد فيه هذه القيود. يعني لم يجمع كل الأفراد، لم يجمع جميع الأفراد. هذا اعتراض على التعريف. وحصل اعتراض آخر، هو هل الرخصة تجتمع مع الوجوب؟ يعني يكون الشيء رخصة واجبة؟ أين الرخصة؟ أين السهولة هنا؟ ده الواجب إذا ترك يأثم التارك، فكيف تكون الرخصة واجبة؟ هذا قولهم
هل تجتمع الرخصة مع الوجوب؟ فالبعض قال لا تجتمع الرخصة مع الوجوب، وعليه فهذا القسم لا يدخل. وبعضهم قال تجتمع الرخصة مع الوجوب، وقد وجدنا في الفقه أن من لم يجد الماء ينتقل إلى الإيه؟ وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، مع أنه تغيير للحكم إلى سهولة اللي هو من الوضوء بالماء إلى التيمم لعذر وهو فقدان الماء مع قيام السبب الحكم الأصلي اللي هو الوضوء بالماء، استعمال الماء باقي ويجب. فقد اجتمعت الرخصة مع الايه؟ مع الوجوب، ومعلوم ان التيمم رخصة، فلا مانع ان تجتمع الرخصة مع الوجوب. بعض العلماء ذهب إلى أن مثل هذا هو واجب باعتبار ورخصة باعتبار، فإذا نظرنا إلى قضية التخفيف والانتقال إلى السهل فهو رخصة، وإذا نظرنا إلى الوجوب صار إيه؟ عزيمة. فهذا من الأمثلة التي تجتمع فيها الرخصة مع العزيمة، فيكون رخصة من وجه عزيمة إيه؟ عزيمة من وجه. طيب، هو الآثار بالصاد يعني الأحكام الشديدة التي كانت على الأمم السابقة وخففت في شريعتنا، هل يعتبر تخفيفها رخصة؟ مثلا كان على من كان قبلنا كان إذا أصاب الثوب نجاسة تقطع، ما يكفي فيها الغسل، ما يطهرها الماء، لا تقطع. هذا من الآثار. كانت التوبة بالقتل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إن حملناها على ظاهرها. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فحرمنا عليهم شحومهم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. فهذه الآثار خففت، بل وحصل حتى في الشرائع السابقة، جاء سيدنا عيسى وقال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهذا معنى النسخ. الذين ينكرون وجود النسخ، النسخ موجود في الشرائع من قبلنا. الذين يقولون إني كيف يشرع الله شيئا ثم يرجع عنه ثم كذا، فعلوا لما يريد، يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، لا رد لقضاء ولا معقب لحكمه، المهم يثبت الحكم أو يكون الكلام الموضوع ثابت. لكن أما إنك أنت تخش بدماغك تحاكم ربنا وتقول طب ليه شرع كذا ثم منع، ليه خفف كذا ثم ثقل، ليه كان الحكم ثقيلا ثم خفف، طب هل يوجد موجود؟ وبعدين النسخ ليس رجوعا عن الحكم السابق بمعنى أنه تراءى له ما هو الأفضل، كلا، بل هو كما يعني يتدرج الناس في أمور حياتهم في طعام الطفل، يعني في طعام لو أكله الطفل في البداية يموت،
لازم يأخذ طعام خفيف، ثم بعد ذلك بقدر معين، ثم يزاد، ثم يزاد برفق شديد جدا جدا. الله يربي عباده أيضا، فهو رب العالمين. ولو قيل لك لا احفظ، احفظ لجزء النهاردة على صلاة العصر، تكون حفظت الجزء وأنت من غير حافظ أصلا، هذا تكليف ما لا يطاق في المعتاد. ولكن يأخذ ثلاث آيات بثلاث آيات، خمس آيات بخمس آيات، وهكذا نزل القرآن منجما. تربية نوع من ينزل مرة واحدة هتقدره. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الإنسان دايما مجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك أن أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا. قال فالآثار هذه رخصة أم عزيمة؟ بعض العلماء يقول لا، هي ليست رخصة، ليست من الرخصة المعرفة عندنا. والإمام الغزالي يذهب إلى أن هذه رخصة مجازا، رخصة إيه؟ مجازي. إذن في رخصة حقيقية ورخصة مجازي. قال وإلا فعزيمة، يعني وإن لم يكن قد تغير الحكم إلى سهولة لعذر، فربما يكون تغير إلى سهولة لا لعذر، لا لعذر، فلا يكون رخصة. طب وإذا تغير إلى صعوبة لا يكون رخصة، وإذا تغير إلى سهولة من غير عذر كالمخصصات لا يكون رخصة. طب إذا لم يكن السبب الحكم الأصلي قائما، يبقى افتقدت الرخصة شرطها، لأننا كل هذا شرط للرخصة. وإلا بأن فقد شرط من هذه الشروط أو تخلف قيد من هذه القيود فعزيم. والعزيمة قسموها الآن ولا تنبيه؟ طيب، العزيمة قد تكون واجبة كالصلوات الخمس، وتكون مندوبة كصلاة ركعتين قبل الظهر الذي يؤذن الآن، وتكون مباحة كالمباحات الأكل والشرب، وتكون مكروهة، أن الشرع يؤكد على ترك المكروهات قدر المستطاع وإن لم يكن فيها عقوبة. والمحرمات واضح أنها عزيمة، لأنه إذا فعل يأثم، والعزيمة هي القصد المؤكد. هل بالضرورة أن تكون الرخصة يقابلها عزيمة، أو العزيمة يقابلها رخصة؟ بعض العلماء يذهب إلى ذلك، وبعضهم يقول ليس بالضرورة، يعني يمكن أن تكون هناك عزيمة لا تقابلها رخصة، عزيمة لا تقابلها رخصة. سنقف عند هذا القدر، ولو كان هناك تكملة أو قراءة تكملة سنبينها في المرة القادمة إن شاء الله، أو ننتقل إلى الكلام على الأمور المعرفية، هي نظرية المعرفة، يعرف الدليل ويعرف الحد ويعرف النظر ويعرف الإدراك، ويتناول الكلام على العلم والجهل والسهو، وهذه كلها نظرية معرفة. يعني إن شاء الله فيما يأتي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.